السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور نجم. نناشدك باسم الإنسانية لإيصال صوتنا ومظلوميتنا إلى معالي وزير التربية المحترم لسابقة خطيرة لا مثيل لها تنال كادر مدرسة الجمهورية أثرا لنقل مدير المدرسة المتنفس الذي ثبتت إدانته إداريا، وفوجئنا بنقل كافة الكادر لأسباب نجهلها ودون وجود شكوى ضد هذا الكادر. أطلب من جنابك مناشدة وزير التربية لمقابلتي أنا شخصيا دون طرف ثالث لما تعرضت له والوقوف على حقيقة الموضوع، ويعزز ذلك ما موجود لدي من فيديوهات وأدلة علما لأني معلمة متميزة، ويثبت ذلك فيديو سوف أرسله إلى حضرتك وكتب شكر الصادرة من وزارة التربية ومديرية التربية. وأنا واثقة من معالي وزير التربية الذي يمثل الأب الروحي لنا برفع الظلم والحيف عنا لما لمسناه من مواقفه وعصى الأبوي، نحن أمانة في أعناقكم. أنا معلمة مدرسة الجمهورية زينب صدي. شكرا. مرحبا يا زينب. زينب السلام عليكم. نعم اهلا وسهلا دكتور. اعطيني اسمك الثلاثي انتو يا مدرسة، شو اسم مدرستكم؟ زينب صبر نصير مدرسة الجمهورية الابتدائية للبنين. مدرسة الجمهورية، انا لفت نظري بمناشدتك انت للكادر كله النقل، انتو شنو مسوين عمل ارهابي؟ والله دكتور ما نعرف شنو السبب. ماكو القضية. بس دقيقة بقى زينب، انتو كل يعني الستاف مالت المدرسة معلمين ومعلمات النقلوا؟ لا احنا الكادر كله 26 معلمة ومعلم واحد، نقلوا 26 معلمة كافة. وين نقلوكم بابا؟ قشرونا على المدارس بدون رغبة وبدون اي شيء. شو مسوين؟ هسه انتو 26 واحد كلكم طلعتوا مذنبين؟ اوجز لك القضية دكتور. أنا قدمت شكوى ضد مدير المدرسة السابق. ثبتت إدانته خروقات إدارية وتزوير كتاب شكر ونقل إلى مدرسة أخرى. زين. لكن المدير متنفذ دكتور، عنده علاقات مع بعض المشرفين، وأنا عندي فيديو يثبت علاقاته مع المشرفين، وحصل شلون استقر من هذا الكادر من المدير ثبتت إدانته وانعفى من الإدارة، وهو علي أكثر من لجنة تحقيقية سابقة مجهولة ما نعرفهم دكتور. وكلهم ثبتت إدانته. زين المدير المدير نعم. من النقل نعم. من المدرسة نعم. راح مدير نعم. المدرسة ثانية؟ لا نزلوه يعني معلم، نقل معلم. خوش الدولة اتخذت إجراء يا رحمتك يا ربي. خوش اي زين ياه اللي نقلكم إيه؟ المدير السابق صار معلم. لا نقلكم ياهو هو باللجنة التحقيقية اللي عرفنا من صدر أمر نقلنا، لأنه قالوا اللجنة اللي حققت مع المدير وثبتت إدانته منطقية ثلاث توصيات، واحدة انذار المدير ونقله. زين هذا واحد نزلوا إعفو وإعفاء المعاونة من منصبها وتفكير مدرسة الجمهورية، هاي الفقرة بين قوسين اللي احنا متفاجئين منها. زين نذكروا الكادر أي شكوى أو تقصير ضد هذا الكادر ماكو. زين كل كادر زينب متميز. زينب نعم أنتم من نعم. إجوا نقلوكم سووا نعم. وياكم تحقيق لجنة تحقيقية، اعطيتوا إفادات، واجهوكم بتهم. لا احنا الكادر فقط إيه؟ التحقيق على المدير بس، احنا التوصية اجت ويا تحقيق المدير، احنا اي شكوى ماكو ضدنا. زين هاي التوصية اللي نقل الكادر نعم. من نعم. من السادة العظماء اللي اطلقها؟ رئيس اللجنة التحقيقية. رئيس اللجنة التحقيقية؟ زين نعم. سيد رئيس اللجنة التحقيقية حقق ويا المدير وحقق ويا المعاونة، ما حقق وياكم؟ نعم. لا حقق وياي انا كمشتكية، وحقق ويا شهودي، انا عندي شهود وحققوا شهود المدير. زين انتو شنو تهمتكم على المدير السابق؟
المدير عنده خروقات إدارية وإحنا لجنة امتحانية، يعني خفى دفتر امتحاني على مود إحنا اللجنة الامتحانية يعني يأذينا، زور كتاب شكر أني أمامك أني معلمة متميزة بالمدرسة. أي. من حسابي الخاص أنشأت مختبر ب5 ملايين من حسابي على مود أطور العملية التربوية. إجا هو يعني بال2017 وعندي ما يثبت هذا، والقناة العراقية التقى وياي صباح الخير يا عراق وعندي فيديو يثبت هذا الشيء. إجا هو بال2021 أتفاجأ ألقاه مسوي كتاب شكر باسمه وناسب المختبر إله، واللجنة التحقيقية قالوا هذا إذا تشتكين عليه لحال محكمة، لكن رؤفا دي. طيب زينب أنا الصورة واضحة عندي، الصورة واضحة عندي، هذا الفيديو يروح إلى السيد وزير التربية للتحقيق بهاي القضية. هسا احنا حكينا بوزارة التربية على طلايب ما يلبس عليه ثوب على أبو لغد فرس البحر، شو ما حد قال له هيك، حد قال له علينك حاجب. هسا النوب اللي اشتكي عليه أنا الله يوفقه سي الرئيس. زين هاي مدرسة كلها نقلت شلون وبدون تحقيق مع الكادر الذي تم نقله؟ هسا أنا ما أتعارض مع الجهات الإدارية، قد تكون هنالك خفايا، لكن هاي الخفايا يجب أن يفتح التحقيق في مكتب معالي وزير التربية حتى يتم التأكيد أنه المدير السابق فعلا لما ينشئوا السمج ويا الجماعة مؤثرين أن ينقل كادر، وهل الكادر استحق أن ينقل؟ لو اكو سالفه احنا ما نفهمها الفيديو يروح للمعالي.